يا غبنا عيني ليت عندي ملايين ومر بنك الراجح واقضي الدين زيد واقضي دين بعض المساجين وساعد المتقاعدين المساكين اللي رواتبهم من الخمسة للفين وبعضهم ما بفي الجيب ميتين سيارة صالون تسعة وسبعين واللي معد بسن ثلاثة وثمانين ويكد من جدة لمكة بخمسين واللي معه في البيت عشرة وراعين والبيت شعبي من صنادق ومن طين وإذا نشفته قلت ويشان ترجم قال الرجل ما هو بيحسب بلا مال لو خدت عشر آلاف في النقص لازال ألفين راحت في فواتير جوال والفين مقضى البيت حول أربع ليال والفين راحت عند خادم وعمال وولادنا سووا على المول موال ستة وسبع آلاف ما تستر الحال بقى معايا الفين بعد التقاصيد والفين ما جابت لضيفي.